بسم الله. دلوقتي هنشوف لو احنا مثلا رسمنا شكل بسيط بالشكل دوت، عملنا مثلا سيلكت الجزء كده، تمام كده انا هرسم على الشكل دوت. لا، انا هعمل لير جديدة، تمام. اللير ديت هبدأ ارسم فيها اللي انا عايزه. يعني ممكن اجي هنا اقول له ارسم لي تدرج لوني من هنا لهنا بالشكل دوت. ده اتعمل على اللير مختلفة، ممكن اطفي اللير ديت، تمام. فانا هبقى اشتغل على اللير ديت، انا معلم على اللير دي اللي انا اشتغل عليها، اللي هي عباره عن مربع بس. هنا اقول له روتيت، اقدر الف الشكل ده باي زاويه انا عايزها، تمام. اول ما ادوس هيبدا يظهر لي المربع دوت، بيقول انت عايز انهي زاويه. هقول له انا عايز مثلا الفها بالشكل دوت 45، عايز اخلي نقطه اللي هلف عليها من الناحيه دي اي شكل انا عايزه. اقول له روتيت، خلاص لف لي الشكل. ممكن اقول له انا عايز اعمل سكيل، يظهر المربع دوت، اقول له انا عايز اعمل سكيل. ممكن اكتب رقم على طول او ابدا احرك انا الشكل زي ما انا عايز بالشكل دوت اهو. ولما تخلص قول له سكيل. ممكن اكون عايز اعمل شير طول، اعلم على الشكل برضو وابدا احرك الشكل اهوت. ممكن عايز اشوفها برسبكتيف، دي ادوات سريعة بتسهل لي ان انا اغير في الشكل زي ما انا عايز، تمام. ممكن اكون عايز اعمل له فليب، اقلبه يمين شمال بالشكل دوت. فدي ادوات بتساعدني في ان انا بسرعة سريعة اقدر اعدل في الشكل.